ماريان يونس بعرفها من قبل. She's a interior designer and life coach, expert in feng shui. ورح خلي ماريان تخبركم أكثر عن حالها. أنا an interior designer and a holistic health coach. I also love everything related to the both of these, يلي هو الفانك شوي. Feng shui is something that completes your wellness by fixing the environment that you live in. يعني basically كل شيء بحياتك including اللي بتاكله اللي بتشربه والسبيس اللي عايش فيه بيأثر على طبيعة حياتك وعلى الكواليتي تبع حياتك. طيب من امتى تأسس هالفيجن او هالشغل او طبيعة الشغل اللي عندك اياها؟ إلويا أورجانيكس يلي هي الانستغرام بيج اللي هي تحتها انا عم بحط كل الانفورميشن والتيبس والريسيبيز اللي عندي اياها. I founded it 2 years ago وقتها كنت عم بشتغل as just full time interior designer. هيدا كانت my passion من زمان ودرست أنا holistic health coach كمان من زمان قبل. بس هلا during corona time هيدا الشيء خليني إنه أرجع راجع فكري وحياتي وأعرف عن جد أنا شو بدي أشتغل بحياتي شو بدي أقضي يعني 24 hours من نهاري عم بعمل وجاي ركزت على هيدا البراند. We all have يعني هيدا الopportunity كورونا عطتنا إياها إنه نقعد نفكر لأفتر كورونا. طب مين إني الclients typical clients that you have؟ هن الناس اللي ما بيعرفوا كتير عن الrelationship بين اللي بيأكلوه واللي بيشربوه وصحتهم. الناس اللي بيفكروا انه مجربين كل شيء يعني مجربين كل شيء ادويه وشو بدك يعني وبالاخر بيقولوا انه ما في شيء عم بيزبط فبيجربوا يلاقوا طريقه ثانيه انه يحسنوا من الكواليتي تبع حياتهم يعني من حياتهم اليوميه نومهم بيصير احسن البسط تبعهم ان جنرال جابي يعني بصير الواحد مرتاح أكثر بحياته يعني الناس اللي مش عارفين شو يعملوا هن يلي بيستفيدوا أكثر شيء من إنه يعملوا لي فولو وإنه يستفيدوا من النوليدج اللي أنا عم جرب قد ما في جماعه وحط لهم إياها. وبدي كمان بدي أقول لك شيء جابي إنه أنا قبل ما حط information وقبل ما أكتب article أو post أو شيء بكون أنا مجربة هيدا الشيء على حالي أو على الناس الكلاينت تبعي. It's excellent. There's a saying, by learning you will teach and by teaching you will learn. طيب this is good. طيب انتو يعني كيف تأثرت بالحالة الاقتصادية وبالكورونا and still you are surviving؟ أنا جابي رح أقلك بصراحة يعني هيدا الكورونا الفترة اللي قطعت وقبل كورونا كمان يعني وقت الثورة وخصوصا هلأ يعني صار الدولار ب 4000 ليرة شي فكر انه انا شو هن الاشياء يلي بدي خليهم بحياتي شو هن الاشياء يلي بدي شيلهم وبقدر استغني عنهم كلاتر يعني. ايه كلاتر مش ان كلاتر بحياتي وكلاتر الناس حوالي والاكتيفيتيز يلي كنا نعملهم قبل مثل كانه واحد سايق سياره مش عارف اذا عم يعمل مزبوط مش مزبوط بده يعملها ما بده يعملها سو عن جد هيدا الشيء خليني ركز على الاشياء اللي بتخليني احس حالي I'm alive يعني انا عايشه هلا واو انه سو قدرت تو كاتيجورايز هول الاشياء جابي وشلت الاشياء يعني ما لها يعني هي الكونسيومرزم اللي كان عندنا اياه نشتري كل شيء وكل شو ما كان وكل هالقصص ويلي هن انه اكيد هلا ما فينا نظهر ونسهر وكل هول القصص وهيدا الشيء استوعبناه يعني كلنا سوا ما بعرف انه انا personally بقدر اقول عن حالي انه استوعبت انه هيدا الشيء it doesn't make me feel as much alive اكيد انه you can do it انه every once in a while مش هون المشكله بس تنرجع على السؤال اللي سالتني اياه انه جربت قد ما فيي اقبل بالقليل اللي كنت يلي عم بعمله انا اكيد تعرف this is not my only source of income I also have an Airbnb business
وقدرت أنا من هيدا الـ Airbnb business قدر بلش my passion. So مثل ما قلنا إنه بقبل بقليل وبعمل شيء بحب أعمله كل يوم وبعمل شيء بقدر to يعني give back, عرفت إنه bring value to people and make them enjoy their life as well. Excellent. طيب كيف عم تقدري هلا يعني تنقول هلا you are targeting بهيدا الوقت الصعب new customers, how will you bring new customers, how will you generate new leads وتجيب زبونات جداد؟ هلا انا كل شيء عم جرب اعمله هو انه جرب قد ما فيه انه to maintain هيدا الشيء. يعني بعد ما فكرت انه بدي اجيب customers وبدي اعمل business plan كل هالقصص لانه already ما عم لحق على يلي عم بلش عمل. It's something very new لإلي, بس بنفس الوقت I'm learning a lot through it. I'm maintaining the customers that I already have. يعني I already have some clients. Some of them, هلا بدي قلك إنه I offered them free coaching كرمال كورونا times. وsome of them كان عندي هون من قبل وكفوا. بس really ما عندي كتير وقت أنا ما عم بقدر ركز يعني عليهم. يعني عم بكون تعرف health coaching is something really hard to do, and you really need to personalize, and you cannot do it حيالله. يعني الشخص اللي عم تشتغل معه أنت عم بتغير له تفكيره كيف عم شو عم بيأكل شو عم يشرب. يعني you really have to be very sensitive, وفي تحضير يعني في recipes كل الأشياء اللي بيشربهم بيكلون, حتى supplements أنا I go through كمان the supplements that they take. So هلا جابي ماني كتير يعني on the run That which is good. Find a custom. Which is, yani, all of us. Yeah, but I have an offer that we can propose at the end of this video. كنت تركها للآخر, بس go ahead. بعد عندي سؤال إذا بدك قبل الأوفر. كليون ينترو. شو يعني الإنسان بيتعلم من أخطائه. شو في شيء تعلمتيه من من أكتوبر لليوم قدرت تفيدي غيرك فيه؟ أنا بقول لكل واحد عباله يعمل شيء وهيك من قلبه, بس في شيء هيك جواته عم بيقول له لا, ما يسمع هيدا الشيء يعمله. لأنه أنا الخطأ الوحيد اللي عملته هو أنه نطرت لليوم. I really really wish that I had started this earlier, لأنه it's really bringing so much joy to my heart to see people really enjoying the things that I'm putting out and asking questions and really being able to give value to people from the things that I've experienced and the things that I've learned. And excellent. هذا هي المستيك. So enjoy what you are doing, money will follow. طيب ماريان, شو عم تقولي أو تقولي بدك تعطي offer أو عرض للي عم بيتابعونا, شو بدك تعطيهم؟ Anna, I'm offering for two people, okay, free health coaching. Akid, someone that's looking to have a new way of life, someone that's looking to have a more conscious living. يعني مش ضروري يعمل كل شيء صح أو يأكل كل شيء صح, بس يكون عنده هيدا mindfulness والconscious living. I'm offering two free 3 months coaching to anyone that comes through you, Gabi. Excellent. رح نحط هيدا الأوفر بالكابشن تبع الفيديو and how people can contact you. Having an unbalanced period in your life is part of living a happy life, and it's part of living a balanced life, because balance comes from unsettling yourself and then resettling yourself again. Thank you very much, Marianne. Thank you, Gabi. Yalla. Cheers. Bye. Yalla. Take care. Bye.